تباينت أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيا، فيما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 واي جي اكس 100، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 503 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 678 مليار و416 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 10423 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة. وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه و66 قرشا للشراء و15 جنيه و75 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيه و21 قرشا للشراء و17 جنيه و32 قرشا للبيع، في حين وصل استرليني إلى 20 جنيه و45 قرشا للشراء و20 جنيه و58 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، وصل الذهب العالمي انخفاضه مسجلا 1928 دولارا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي، سجل عيار 18 نحو 757 جنيها للجرام، وسجل عيار الذهب بعيار 21 نحو 883 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1800 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7046 جنيها.